طبعا اليوم الحمد لله افتتاح المحل عبوس شوز ب 9/5/2015. ان شاء الله يكون كل شيء تمام. حبينا نميز نمط العرض والموديلات اللي عندنا كمان عشان للزبائن ياخذوا شيء نظيف، وكلها موديلات جديده واسعار منافسه في السوق ان شاء الله. طبعا عاملين اسعار خاصه لاهلنا بالداخل، اهل ال 48 على الاسعار، يعني اسعار كثير منيحه. بابوش شوز بطول كرم الفرع، طول كرم، وبنشكر كل احترام والتقدير لتلفزيون السلام. والله صدقا هالمحل استنيناه كثير لحتى فتح محل كويس في هالمجمع الزغل، لانه مجمع قديم وبحاجه لهيك محل جديد بهاي الاطارات. وبنصح كل صبيه وكل عروس خاصه بالذات، لانهم موجهين على صيف وعلى اراس، انهم يتفضلوا يزورونا، مش حيندموا ان شاء الله رب العالمين. منيح الحمد لله، مناسبه يعني، الغالي للغالي والرخيص برضو للغالي والغالي للرخيص، يعني الواحد في شيء يعني بين بين، الاسعار مهضومه منيحه تمام. عبو شوز انا اعلى بن عبوش لا تغنى جمالي، وفتح المحل اليوم بيزوج جمالي، والله وعباب الزغل لا نيخ جمالي، وحمل البليل البنات للشباب. شكرا لكم، والله يوفقكم. مبارك لأحذية شوز الافتتاح المميز، واحنا كدورنا افراحنا بنواكل جميع زبائننا كما عودنا جميع الزبائن، جميع العرسان بنواكفهم مناسباتهم السعيدة، وكمان زي ما انتم ملاحظين افراحنا كل يوم عم نتطور والحمد لله رب العالمين.